تفضل سيد ابراهيم. وصلنا. يا ستار افيش حدا، الحمد لله. تفضل تفضل سيد ابراهيم، حجبستك ولو. صدقني يا مازن، مستحي من الست خيرتك والمد مو زي الاختك. ولو يا سيد ابراهيم، ما عم بقول لك الشغله رح يصير الا سنه، بعدين اختي خطبت وخالتي قلبها طيب. بس انا ما بعرف يعني كيف وقتها عملت هيك. انا بعرف، ما عم بلومك. الحلو سبحان الله الا ما يلفت النظر. والانسه ريا. اسمها ريا؟ نعم. وبعدها عم تجي لهون؟ اوقات. بس انا يعني لو ما اشوفك صدفه وتعزمني، صدقني ما كان معقول اعرف انه انت بيتك هون، وانه المدموزيل يلي كنت جاي اخطبها هي اختك. صدفه خير من ميعاد. خالتي قربي شوفي مين في عنا. اهلا وسهلا. كيفك ست سعاد؟ بتعرفني حضرتك؟ ولو خالتي؟ اوين من ستي؟ الوش شايفته بس مش عم فوق. خالتي قبل ما تشوفيه شخصيا، صورته بقيت معك شي جمعه ضليتك تتاملي فيها. بالمجلات؟ لا انا ما تقلها. تفضل. وبالعلامه ضلت صورته معي وفرجيتينا اياها كلنا هون وخصوصا لميا. ما تقلي حضرتك ابراهيم. الست عفاف. ابراهيم جوكينج. ايه بس هلا خلص جوكينج. شو بطلت تعمل رياضه؟ وكيف لكان عم بعمل باليه جاز. ما فهمت. يعني رياضة على الموسيقى. يعني خالتي ما بتشوفين انت بالتلفزيون ايام بيعرضون ببرنامج الرياضة. يعني بتلبس مايوك القطعة الشكل والوجرين ملونين ولابس على الجسم؟ لا بلبس سورفيتمان الكولان ابي روح ليش. الله يوفق. ولما خلص بعمل سونا. بتعمل شو؟ سونا حمام بخار. من العين؟ لا حمام هيك اوضه مسكره. ومنلف على حالنا ما نشفي هيك. في وحده هالقد كبيره؟ تصايه تصايه. وشي انه نقعد بفايلتوا علينا دخنه ومي سخنه وبصير كدنا هالعرق. يعني هيك تهبيلي بس الكل الجسم. تنضعف. يعني حضرتك هلا ضعفين؟ اهلا وسهلا. شو هالصدفه اللي قدفتك علينا؟ عن جد خالتي صدفه بس سعيده. سعيده سعيده مباركي. كيفك سيد ابراهيم؟ بنظرك ست سعاد. شو هالصدفه يا خالتي؟ كنت ماشي بطريقي والا بيطلع سيد ابراهيم قبالي وبيضرب فيي. بحط لك تاني. لا خالتي معلش، سيد ابراهيم مثل عادته كان جسمه لقدام ووجهه لورا، كان باري بدي يشوف صبية حلوة قطعت عنه. بس عاد مازن عاد. لا لا ليه النظر ما بينحشر. بقى سلمنا وتبوسنا ومن كلمة لكلمة عرف اني انا هون وسألني عنكن وقال مستحي منكن. انا ما قبلت الا ما جيبه معي لهون وفرجي انه ما في شيء وانكن ما تكون زعلانين منه. ابدا ولو نحن هون بالبيت ممنوع الزعل، واذا زعلنا مع حدا الساعة 3:30 منكون نسينا. قديش ساعة هلا ست سعاد؟ 3:30 إلا 5. يعني بعدكم زعلانين؟ ولو سيد ابراهيم ما عم قلك لك الشغلة رح يصير إلا سنة. الحمد لله عفوقة. مبروك للمدموزيل لميا. بارك بعمرك. وأيمتى خطبت؟ إن كم شهر. والإكليل عن قريب إن شاء الله تنيجي نعمل وجباتنا. الهيئة لا. ليش لا سمح الله؟ البيت عم بتفتش عبيت. بالاساس كل شيء ماشي والبيت مأمن، والا صاحب البيت بيقولوا للعريس ولبي العريس انه بده البيت بده يجوز ابنه، وبعدنا لحد هلا عم نفتش على بيت. ومش وحده، قبيلي منا لا يا عم بتفتش. بالاذن. اذنك معك ست سعاد. والمدموزيل لميا مبسوطه مع خطيبها؟ ماشي الحال، بس اذا ما لقوا بيت باقرب وقت الله بيعلم. مازن انت بتعرف انه في عندي بنايه، من وقتها لهلا طلعت ببنايه جديده، صرت بايع 6 شقق وبقي 2، وحده مخليها الي تتجوز. بقى اذا المدموزيل لميا بتحب تسكن بالثانيه اهلا وسهلا. عن جد سيد ابراهيم؟ بلكي بترضوا علي. شو هالصدفه الحلوه؟
بس في مشكل. وين؟ سيد إبراهيم بعتقد إنه بايع مش رح تزبط. أجار يعني؟ العريس إيش بيشتغل؟ مخرج. إيه حلو. طب لا؟ شو كارو؟ منين بيطلع مصاري؟ عم بقول لك مخرج، تلفزيون، إعلانات. بيطلع؟ ماشي الحال. خالتي بشارة. شو؟ سيد إبراهيم غيرت اسمك؟ خالتي سيد إبراهيم عنده بيت. أكيد تسلم. شو لكن قاعد بالطريق؟ بيت للميا.